العمود الفقري دي مجموعة من الأربطة زي السلبة اللي بتمسك السقالات كده. وبرضو احنا اتكلمنا عن الأربطة دي قبل كده في حلقات مقدمة الإصابات. الأربطة دي اللي موجودة هنا أشهرها ما يعرف بالرباط الأصفر. الأربطة دي عموما بتبقى قوية جدا ومرنة، وبتساعد مرونتها الملحوظة دي على الحفاظ على الوضع المستقيم للعمود الفقري، ومساعدة العمود الفقري في انه يتعدل ويقف بعد الانحناءات المختلفة او الانسداءات المختلفة للجسم. وفيها حاجة اسمها الإلاستين. الإلاستين ده بيمنع حدوث كعبرة او باكلينج او التواء في الرباط ده في القناة الشوكية. يعني الحاجات يعني دلوقتي انت لما تتني ظهرك هو بيشد معاك، لما ترجع لو هو مش مشدود هيروح مكعبر في النص فهيزنق العصب وهو خارج. يبقى الإلاستين اللي فيها بيمنع حدوث الكعبرة دي او الالتواء اللي بيحصل في الرباط ده، وبالتالي بيعملش ضغط على القناة العصبية. اذا اي تضخم في الرباط ده لأي سبب ممكن يسبب تضييق في العمود الفقري لانها موجودة في الجزء الخلفي من قناة العمود الفقري. ده غير الأربطة اللي بتربط ما بين الأحشاء اللي في البطن والحوض بالعمود الفقري، زي الأربطة اللي بتربطه مثلا بالرحم، وهي اللي بتخلي كبر حجم الرحم أثناء الحمل بيزود الحمل على العمود الفقري زي ما قلنا قبل كده. وأخيرا قبل ما نسيب الجزئية دي، أي خلل أو ضعف في نسيج الأربطة دي، سواء الأربطة يعني بتاعة العمود الفقري أو اللي بتمسكه في بعض أو اللي بتمسكه في الأنسجة التانية، بيعمل مشاكل كتير، منها زي ما وضحنا من شوية حكاية دي في القناة العصبية، سواء لو حصل مشكلة في الإلاستين المكون ليها وعمل كعبرة أو التواء، أو لو عملت خلخلة ما بين الفقرات. دي برضو حاجة خطيرة اللي هي الخلخلة ما بين الفقرات، تستلزم في بعض الحالات ضرورة التدخل الجراحي علشان نرجع العمود الفقري لوضعه الطبيعي، وممكن احيانا نحتاج ان احنا نثبته بمسامير، واحيانا نعمل ما يعرف باسم السكرة ما بين الفقرات علشان تلحق في بعضها، ان احنا بنشيل الغضروف ده وبنحط عظم ما بين الفقرات علشان تبقى الفقرتين فقرة واحدة. حركة العمود الفقري. بيقسم العمود الفقري زي ما قلنا قبل كده لخمس مناطق: الفقرات العنقية والصدرية والقطنية والعجوزية واخيرا العنقوصية. في مناطق منها بتكون متحركة وفي مناطق بتكون ثابتة او شبه ثابتة. المناطق المتحركة زي الفقرات العنقية والفقرات القطنية دول برضو بيختلفوا حتى في مدى الحركة بتاعهم، بمعنى ان الفقرات العنقية اللي في منطقة الرقبة مدى حركتها بيكون اوسع واكبر من مدى حركة الفقرات القطنية اللي هي منطقة البطن. وكل مكان مدى الحركة اوسع كل مكان حدوث المشاكل فيه اكتر بشكل عام واكثر تعقيدا في علاجها.